وبعدين تستعرضها انت بطريقة البي دي اف كذلك بقت موجودة عشان تشوف هو رواله بمتابع ولا بدون متابع. قد لا يظهر المتابع من موضع واحد، وايضا الاحتجاج يكون بناء على موضع واحد. فمثلا سهيل بن ابي صالح الامام مسلم اخرج له كتير، لكن في موضع واحد اعتبروه احتج به، وهو حديث لا تبدأ المشركين بالسلام. اذا رجعت لهذا الحديث في صحيح مسلم فستجد ان مسلما لم يذكر في الباب غيره، ولم يوجد للامام سهيل متابع على هذا الحديث. في الحالة دي نقول والله ان مسلم احتج بسهيل بن ابي صالح، وخش على هذا الموضع غيره. ممكن اخرج له مواضع تانية لكن له شاهد، له قصدي متابع. انما هي العبرة انك انت تقف على موضع لم يذكر معه متابعا واحتج به على باب مبوب به. وبعدين تستعرضها انت بطريقة البي دي اف كذلك بقت موجودة عشان تشوف هو رواله بمتابع ولا بدون متابع. قد طب هم اللي هم جابوا الكلام ده منين؟ ممكن يكون هم نقلوا برضو عن من يثقون فيه ممن كتب في رجال الستة. تقول طب هم ما حققوش المسألة ليه؟ قال لا، انت ما تجيبش واحد يتكلم عن 12,000 راوي وتقول له حقق القول. لا، هو يقول لك انا انقل اعتمادا على من اثق فيهم، وممكن اللي انا اشك فيه بس اراجع. لذلك لا تطلب منه ما لا يمكن ان يتسع له عمره. انما انت الان اصبحت ما دام عايز 20 راوي 30 راوي، وده ما بيحصلش، 50 راوي كذا، ابحثهم وشوف احتج ولا ما احتجش بناء على سهيل بن ابي صالح ده. هات حديثه في مسلم وشوف الصوره اللي هو خرج بيها وقس عليها غيرها. وممكن في غيره الموضع ده تلاقي ان هو اخرج له بمتابع، فده ما ينفعش. انما العبرة ان يذكر له حديثا محتجا به على حكم في باب ولا يذكر معه متابعا. تفضل مولانا. احتج به البخاري ووثقه الاكثرون. ايوه، قال الخليل. خلي بالك من وثقه الاكثرون دي، واحنا لما نروح نقرا في المبحث ده من تقبل رواته ومن ترد، قلنا قبل كده انه لا، ما يرجحش بالكسره. هو ثقه الاكثرون دي. حتى الخطيب البغدادي اللي نقلوا عنه الكلام انه ما يؤخذش بكسره المعدلين، استعمل في كتابه التاريخ الترجيح بكسره المعدلين. تقول طب ليه؟ يمكن تغير رايه بعد ما كتب الكلمه دي في الكفايه وقررها، لقي ان هي الراجح خلافها. تقول طب ما مسحش اللي في الكفايه ليه؟ قال ما هو الكتاب اما يخرج من ايد صاحبه، انا دلوقتي بعد الحلقات دي ما تطلع لو غلطت اي غلطه اللي يكلمني اقول له انا اللي غلطان، ما اقدرش دلوقتي المها من الهوى واعمل فيها اي حاجه. وفي طلاب كانوا يدرسوا علي في الرياض من ابناء الجزائر، وابناء الجزائر
طلبة علم نشيطين لكن طبعهم حار، طبيعة منطقة اللي يعيشوا فيها يعني تملي عليهم هذا. فهم أربعة في المحاضرة عشان يحصلوا على الكلام اللي أنا أقوله فيكتبوا، وبعدين ما يخرجوا في البيت يجمعوا كلام الأربعة ليصوغوه صياغة. فلما اجتمعوا لقوا كلمة يعني أنا أخطأت فيها، لأن الأربعة اتفقوا على عبارتها. فصبحت الصبح لقيتهم واقفين لي على باب المدرج، في ايه يا فلان؟ في واحد اسمه حميد، فاكره لحد دلوقتي اسمه حميد مرزقان. يا حميد في ايه؟ قال يا شيخ انت غلطت امس. خير يا ابني غلطت؟ قال ها انت كذا قلت كذا وده خطا، اعترف يا شيخ اعترف. فطبعا اعترفت له علشان خاطر احل الاشكال. قلت له اذا كنت قلت كده انا فعلا غلطان. فلذلك اللي بيكتب منهم كلمة ما يقدرش يسترجعها تاني، مش كل وقت يمكنه هذا. لما تلاقي القول تعدد تعرف انه هو حصل له اللي حصل لي انا ده. فلذلك يبقى العبرة بما هو صواب لا بما صدر من عالم قد لا يكون مستحضر او قد لا يكون متوثق او كده. تفضل يا مولانا. قال الخليلي اتفق الحفاظ على ان كلام النسائي فيه تحامل. كلام النسائي في ده بس، مش عموما، لا في احمد بن صالح فيه تحامل عليه له خصومه. وفي واحد تاني النسائي يروي عنه في سننه وهو لم يحضر درسه لانه هو سمع انه هو بينتقده فقال له ما تحضرش. فكان يقعد على باب زي كده ويقول اخبرنا فلان او حدثنا فلان وهو وانا اسمع. ليه؟ لان الشيخ لا يقصده. تفضل الشيخ. ولا يقدح كلام امثاله فيه. اللي هو يبقى على تحامل، ما دام عرفنا تحامل يبقى ما يقدحش، انما الاصل هو عدم التحامل عشان خاطر مش كل اللي انت ما يجيش على مزاجك تقول ده تحامل. لا، لابد ان يكون هناك قرينة تفيد التحامل مثل هذا. قال ابن عدي وسبب كلام النسائي فيه انه حضر مجلسه فطرده فحمله ذلك على ان تكلم فيه. هذا. قال ابن الصلاح وذلك لأن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع منهم تعمدا للقدح مع العلم ببطلانه. نعم. وقال ابن يونس لم يكن أحمد بن صالح كما قال النسائي لم تكن له آفة غير الكبر. والكبر ده اللي هو بيسموه غرور العلم، وطبعا ده ما حدش يحس بيها إلا اللي يحصل له. كثير يعني من طلبة العلم إذا حصل يعني شيء وشعر بأنه هو أكثر من زملائه، الشيطان اللي هو كتب عشانه ابن الجوزي كتب تلبيس إبليس، ومصنف العلماء وطلاب العلم تصنيفات بناء على مخالطته لهم، إن الشيطان يسول لهم كذا فيخليه. وأذكر مرة واحد كنا جايبينه مدرس رياضة وأخوه كان موجود، فهو بيقول له يا فلان، هو الرجل أستاذ دلوقتي جامعي كبير، انك انت يعني المعلومات اللي انت عارفها دي انا عارف احسن منها. فقال له انا دلوقتي اقدر قدام الشيخ، وما طبعا الاثنين قاعدين، انا اقدر قدام دلوقتي الشيخ اسالك سؤال تخر على وجهي. فالسبب هو ماذا؟ هو النزاع او حظ النفس كما يقولون.
وقد تكلم فيه ابن معين بما يشير إلى ذلك. قال كذاب يتفلسف. اللي هو تكلم في حق مين؟ أحمد بن صالح. قال إنه كذاب يتفلسف. والحد دلوقتي احنا نقول يا أخي أنت بتتفلسف علينا ليه؟ معناه يعني إنك أنت تتكلم بما هو يعني تحقيق، تزعم أنه تحقيق للمسائل، لأن الفلسفة الشيء حقيقته. رأيته يخطر في جامع مصر. جامع مصر اللي هو مصر كالزمان يا أخوان، مش هي القطر كله، لا، تطلق مصر في الكتب القديمة على ما يسمى الآن في مصر بمصر القديمة، اللي هي فيها جامع عمرو بن العاص، ويقابلها القاهرة اللي هو فيها الجامع ده. دي القاهرة اللي بناها المعز عاصمة لما قوم حكاية الشيعة وبنوا الجامع ده لهذا، حتى لا يكونوا تابعين لمسجد أهل السنة اللي هو جامع عمرو بن العاص اللي أقامه الصحابة. ولذلك السيوطي كتب إيه؟ حسن المحاضرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة. وطبعا لما تقرا انت الخطط تلاقي ان القاهره دي كان لها سور، وطبعا الاثار بتاعته موجوده هي عند مستشفى الحسين، واحنا شفناها اكتر من كده، وكان يفصلها عن القاهره، يعني السور لحد القلعه اللي هو عند مجرى العيون ده، دي كان الحد الفاصل ما بين مصر وما بين القاهره، وكان فيه بيبان تتقفل بالليل خلاص. الآن شوف أنت بقى اللي حاصل. فهو بيقول رأيته يخطر في جامع مصر، إنه هو يعني في جامع عمرو بن العاص ده، معروف بأنه جامع مصر، وجامع الأزهر ده في القاهرة. فنسبه إلى الفلسفة وأنه يخطر في مشيته. ولعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة، فإنه ليس من أهل يقول لك والله هو أصاب بالفلسفة، هو ما يعرفش ابن معين الفلسفة هي إيه. فلو هو كده هو قصد به الجرح، لكنه دي تعتبر عند الناس الفلاسفة مدح. حد يطول يكون فيلسوف؟ ده الفيلسوف هو من كان يعني يدرس الحكمة، فكأنه قصد أن يزمه بلفظ يفيد المدح. وقال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هنا ابن حجر، وشيخ الإسلام في غير هنا يطلق على الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلاهما يلقب بهذا. وقال شيخ الإسلام إنما ضعف ابن معين أحمد بن صالح الشمومي. قال لا، ده واحد تاني بالضم، اللي أنا أعرفه أنه الشمومي، فإذا كان عندك أنت بالفتح أنا موافق. إنما ضعف ابن معين أحمد بن صالح الشمومي للمصري المتكلم عليه هنا، يعني أهو تخريج على كل حال، يعني توجيه. قال ابن دقيق العيد والوجوه التي تدخل الآفة منها خمسة، اللي بتدخل فيها الآفة على المتكلمين بالجرح والتعديل. الآفة يعني الشيء الذي يجعلهم يضعون الكلمة في غير محلها. ولذلك انت لما تترجم لراوي اقرأ ترجمته في عدة كتب قبل ما تشتغل، طبعا خصوصا اذا كانت رسالة ولا كده، لكن انك انت هتقضي عمرك كله تقرأ الراوي اللي تقرأه في كل الكتب، ما يتسعش عمرك لهذا. لكن اذا احتجت راوي ما تخليش التقريب اتهرى طبعا من النقل منه، بحيث انه ممكن تلاقي هوامش الرسائل سواء الصح منه واللي ما هوش صح. فبيقول لك ان في آفات تدخل انت حرص منها ولاحظها في الكلام. اتفضل يا شيخ. خمسة، أحدها الهوى والغرض. الهوى والغرض بقى، ودي حط تحتها كل واحد هواه معروف، والغرض كذلك معروف، وهو كما في الآية الكريمة إن أعطوا منها رضوا إذا هم يسخطون، وده القرآن الكريم.
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إلى أن قال: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذا دليل على أن العطاء والمنع أيا كان، مش لازم يكون عطاء مادي، قد يكون عطاء معنوي، مما يحرك حفيظة الإنسان كبشر، خاصة أن الشيطان حالف وهو ينفذ حلفه. قال له: انت هتطلعني من الجنة، طيب انا لك علي ان اضلهم، لأضلنهم، ووفى بما وعد وصدق الضلال على بني آدم بدون استثناء. وهو في تاريخ المتأخرين كثير. طبعا معروف المتأخرين زي ما قلنا انه الاول كان قليل بحكم يعني ما هدى الله هؤلاء الناس وما كانوا يرون من سمت الصالحين. وفي واحد يقول ان انا كنت اذا قعدت مع فلان ندمني، يعني خلى ان انا اندم على كل ما كنت ارتكبته، فإذا جلست إلى سفيان أفادني عقلا جديدا. كانوا كده الناس دلوقتي، لكن هل الناس الآن كذلك؟ فيهم الخير لا ينقطع، لكن ليست الأكثرية، والأول كانت الأكثرية هي هكذا. تفضل يا شيخ. وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل. طبعا حكاية علوم الأوائل اللي هي الفيزياء والكيمياء وكده، ودي طبعا الاشتغال بها كان قادح الأول. قادح ليه؟ لأنه هم أهل العلوم العملية دي ينسبون كل شيء إلى الظواهر نفسها، فيقول لك إذا جاء المشتري في كذا هيحصل كذا كذا، مش ما يقولوا بإذن الله، لا ما يقولوش، لأنهم طبعا لم يكونوا على رسالة. وإذا جاء القمر في كذا يحصل كذا، فمن أجل هذا اعتبرت دراسة هذه العلوم لأجل هذا. وإلا إذا كان القصد منها هو الانتفاع بما فيها فلا شك أنها جائزة بل واجبة. بل إحنا مشكلتنا الآن كمسلمين إننا لا نملك وسائل القوة المادية